نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض دور النشر أو التسجيلات تتولى كتابا أو أشرطة للعلماء وتنشرها، ثم ينقطع الكتاب أو الشريط وينفذ من السوق، فلا يعيدون الطباعة ولا يتركون غيرهم يقوم بنشرها. السؤال: هل لنا يا شيخ أن ننشرها دون إذنهم، خصوصا مع حجرهم على العلم؟ هذا له نظام، لا بد من التزام النظام، ولا يجوز أخذ مؤلف بدون إذن مؤلفه، طبعه بدون إذنه، حق له. كذلك الشريط لا ينسخ إلا بإذن صاحبه، لأنه حق له ولا يعتدى على حقوق الناس. نعم.